تحدثت امرأة من نازحي مخيم عمارية الفلوجة عن الظروف الصعبة التي يعيشونها في المخيم، وتحدثت بحرقة وألم عن الأوجاع والتدهور الصحي دون أن تنظر الحكومة إلى معاناتهم. دعونا نتابع. يلا قولي يلا قولي يلا شرطه معوقه تقول شرطه معوقه تقول الله بيك يا شباب روح 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 روح. امرأة أخرى من نازحي مخيم العامرية تحدثت عن الإهانات التي يتعرضن لها من قبل السيطرات الحكومية والابتزاز الذي تلاقيه نساء المخيم وامتناع المحافظ لمقابلتهم والاستماع إلى مطالبهم. دعونا نشاهد. والله العظيم قسما بالله العظيم احكي لك واحنا خواتكم اذا ما تغيرتم مشيلكم تجون تشوفون مشاكلنا وتعودون لبيوتنا. شنو هو السبب يجي المحافظه يقول لك تغذيك الله بعد عشي علينا تضحكون علينا تقولون ما في ايش تعال شوف نحبس اسمحي لي خاله تنحبر كبر احنا بالحياه نتنفسها ما نقبل بالله.